السلام عليكم. الزول في اللون. اليوم راح نتحدث عن الرواية. تاريخيا تعد رواية الحمار الذهبي للكاتب العالمي أبوليوس أول رواية في التاريخ. هذه الرواية ظهرت بمنطقة الأوراس، تحديدا بمادور ومدوروش ولاية سوغراس حاليا، كما يعد رواية محمد العالي عرعار ابن خنشلة من رواد الرواية الناطقة بالعربية في الجزائر بعد عبد الحميد بن هدوغا. بالنسبة للرواية الناطقة بالأمازيغية في منطقة الأوراس، تأخر ظهورها العوام العديدة. في السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من الأعمال الروائية، سواء تألفت بالأمازيغية المتغير الشاوي أو الأعمال المترجمة إلى اللغة الأمازيغية، بحيث يمكن اليوم نقرأ يمينة مشاكرة، وسيني العرج، نصيرة بلولة، سعيدة عبوبة.